بلبس كعبة عشان أبان أطول منه دلوقتي. حب وحيد في حياة النجمات. شكرينهم على ال على إيه؟ ما حد يستغرب لأنه هالخبر صح 100%. فهالشاب اللي الكثار توقع أنه عمره ما بيقل عن 25 سنة هو ابن غادة عادل الكبير محمد، أو مثل ما بيدلعه أهله ماريو. أهي مامي جد ميدي الحبة؟ اللي من البداية كان مقرر يبعد عن حياة المشاهير وعاش ودرس خارج مصر، وقيل إنه حب يكون مثل والده مجدي الهواري، لهيك عم بيتجه للإخراج. ولقب أم الأولاد قدرت تاخذه غادة بكل جدارة، فغير محمد عندها أيضا عبد الله، حمزة، وعز الدين. وطبيعي هالصورة تترك الكثير من التعليقات عند الناس، خاصة كيف قدرت غادة توفق بين نجاحاتها وشغلها وتعاملها مع أولادها الشباب اللي من المعروف قديه هي قريبة منهم، وخاصة بودي اللي دايما بيكون معها وبينشر صور برفقتها. واللي بيشوف غادة عادل ما بيتوقع أن أولادها طولها، خاصة وأنها لسه محافظة على الروح الشباب بإطلالاتها، الأعمال اللي بتقدمها نشتبه قوليها بثقة نشتبه، وحتى بالفوتوشوتس اللي دايما بتكون جريئة فيها. ولما نقول الكول ماذر يعني احنا عم نحكي عن سميرة سعيد اللي الجمهور كل ما يشوفوا صورها مع ابنها شادي بيهدوها اغنية كاظم كل ما تكبر تحلى. كل ما تكبر تحلى تصير احلى واحلى. فكلنا شفنا الطريقة الكيوت اللي اعلنت فيها عن حسابها التيك توك بمساعدة ابنها. شكرينهم على على ايه؟ ويبدو أنه شادي صار المستشار الأول إلها بخطواتها الفنية، فصرنا كثير نشوفه برفقتها. هذا غير أنه طالع مثل أمه في حب الوركاوت. أما لقب السترونج ماذر فبنعطيه لأصالة وأنغام اللي معروف أدي علاقتهم قوية بأولادهم مهما مرت بمواقف كثيرة. فخالد أو مثل ما بتدلعه أصالة لودي هو الحب والسند إلها، وبهالوقت عم نشوف قدي بيحرص أنه يكون معها بأهم لحظاتها. I love you, mommy. وهالقوة ممكن تحول أصالة أيضا لطفلة برفقته هو وإخوانه علي وآدم، لهيك هي أكثر وحدة كانت مبسوطة وقت الكورنتين لأنها قدرت تقضي أكثر وقت ممكن معهم. صباح الفلكة البوزي، صباح الفلع الدومي. ومع انه انغام نادرا ما بتبين علاقتها باولادها على السوشيال ميديا، لكن هالمره قررت تحتفل بعيد ابنها الكبير عمر برفقه اكثر من 3 مليون على انستغرام، وتعبر عن حبها له وتقول: يوم 3 اكتوبر فرحت اول فرحه حقيقيه في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي، كل سنه وانت طيب يا نور عيني. وبهالصور بنلاحظ انه انغام رضيت بالامر الواقع وتصورت بدون كعب. بلبس كعب عشان ابان اطول منه دلوقتي. ويمكن السبب بهالشيء انه عبد الرحمن كمان كبر وصار اطول منها، هالشيء اللي بيخليهم دايما يتصوروا وهم قاعدين. ولما نحكي عن علاقة النجمات بأولادهم ما فينا ما نذكر ليلى علوي اللي من أول تبنيها ابنها خالد وهي بتحاول تأمن له الخصوصية وتبعد حياته عن الأضواء، ومثلها دينا اللي وبالرغم من انها بتحاول تبعد ابنها علي عن حياة المشاهير لكن ما بتفوت فرصة الا وبتعبر عن فخرها فيه. بخاف علي من الحسد ومن العين. هالمشاعر اللي كنا سمعناها ايضا من علي. طالما هي مبسوطة وهي بتعمل حاجة انا استحالة ازعل، وهي كل حاجة هي بتعملها عشاني.